ضيفتنا الآن تكتب وتلحن وتغني من أجل السلام. إذن الأغنية بصوت هدى عصفور، وهي شابة فلسطينية ولدت في لبنان في عام الاجتياح الإسرائيلي للبنان. تنقلت خلال حياتها بين عدة دول عربية، وهي الآن تتابع دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية. في رصيدها 10 سنوات وألبومان بدأتها مع فرقة جهار مع الموسيقي الفلسطيني خالد جبران. تكتب هدى وتلحن ما تغنيه، ولطالما غنت لفلسطين وللسلام. من كاليفورنيا معنا الفنانة الفلسطينية هدى عصفور. هدى، صباح الخير. في بيروت الأمم المتحدة بالأمس أطلقت مبادرة من بيروت إلى العالم. مظاهرة هذه المبادرة عبارة عن مظاهرة إلكترونية للسلام. أنت هدى كتبت على صفحتك قبل أيام عن أمنيتك بهذا اليوم. هل يمكننا أن نحلم ونتمنى في مثل هذا اليوم؟ صباح الخير من نورث كارولينا، مش كاليفورنيا، تصحيح بسيط. أكيد لازم نتمنى أنه هذا اليوم اللي صار له من 82 إحنا بنحتفل فيه يوصل ليوم أنه يكون في سلام حقيقي. عم نسمع الأخبار من دقائق قليلة، كتير بعاد إحنا عن إنه يكون هذا يوم سلام عالمي. طيب هدى، أنت مع الذين يقولون بأن تحقيق السلام والدعوة له يجب أن تكون من خلال الغناء والشعر والأدب والفن، أم أن السلام يجب أن يحقق بالسلاح؟ صعب شوي يعني يكون السلام ممكن يتحقق بالسلاح. أظن أكبر مشكلة إنه إحنا بحلقة مفرغة من العنف. السلاح بيؤدي لسلاح، والعنف بيؤدي لعنف، ما بيؤدي لسلام. الطريقة الوحيدة برأيي لتحقيق السلام هي عن طريق نشر المحبة، حتى لو كان هذا الشعار شوي مبتذل بمرات، يبدو إنه مبتذل، ولكن بتخيل هي الحقيقة الوحيدة. إنه نشر السلام يأتي فقط من خلال توعية ونشر المعرفة، إنه نعرف الغير، لأنه بتخيل هي واحدة من أهم مشاكلنا اللي بتخلق عدوانية وطائفية وتقسيم، بيؤدي في أغلب الأحيان لعنف وحرب ولدمار. طيب هدى، حدثينا عن أغنية أزيز. أغنية أزيز هي عمل جديد إلي، لازال تحت التنفيذ. العمل من كلمات جولان الحاجي، وهو شاعر سوري. التقيت بالحقيقة أنا ما التقيت بجولان إلا عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الفيسبوك، من حوالي سنة. بسمة الحسيني، مؤسسة المورد الثقافي في القاهرة، نشرت القصيدة، وكثير تأثرت بالكلمات، تأثرت بجمال الصورة اللي قادر إنه الشاعر يرسمها بطريقة جدا فنية ومؤثرة، وبنفس الوقت جدا صادقة. وحسيت إنه لازم تتحول لأغنية، وبلشت أشتغل عليها من حوالي 6 شهور. وبعد كل اللي عم نشوفه من سوريا، حسيت بيوم من الأيام، خاصة بعد الأحداث الأخيرة من مجازر بالأسلحة الكيميائية، حسيت إنه هاي طريقتي الوحيدة إني أعبر عن اللي عم بيصير، عن إني أوصل رسالة للعالم.
وقررت اني انشرها حتى لو العمل مش مكتمل حاليا. طيب هدى، انت شابه عربيه فلسطينيه وتمثلين جيلا جديدا، يعني الان في فلسطين من المفروض ان هناك في اتفاقيه سلام تم التوقيع عليها منذ وقت طويل، هل تتواصلين مع الداخل؟ هل يعني تطلعين على موضوع السلام اذا كان فعلا تم تحقيقه في الاراضي الفلسطينيه ام لا؟ انا رجع عمليه السلام يعني جزء كبير من نضوجي. بال 94 كان اول مره فكره العوده للوطن، كنا بوقتها انا موجوده بتونس نظرا لوجود اهلي هناك، وبال 96 كان اول مره لقائي بالوطن بغزه. بال 2000 وقت الانتفاضه الثانيه كنت برام الله عند وقت الاجتياح الاسرائيلي، وضلني لهناك لحد 2002 لما تركت، لانه اخذت قرار انه كنت بدي استثمر في دراستي بهداك الوقت. سلام بتخيل هو غطاء جديد للاحتلال اليوم اوسلو، واحنا واصلين لمرحله من التشتيت للبلد ومن القمع اليومي ومن الاذلال اليومي للشعب الفلسطيني. كثير صعب يعني بعد كثير احنا عن 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 هذا السيناريو من السلام. هل انا على تواصل مع الداخل؟ اكيد انا مع تواصل مع الداخل، بحاول قد ما اقدر اني اكون في زيارات دائمه للوطن، بس طبعا في تعقيدات كثيره يعني نعرفها هدى. نعم طيب نتمنى صحة. يعني هدى ان يعني ياتي اليوم الذي يعني تلحنين وتكتبين فيه اغنيه للسلام الفلسطيني الخالص من داخل فلسطين ان شاء الله. سنكتفي بهذا القدر من الحديث معك عن السلام، ونشكرك للمشاركه ونشكرك ايضا على اغنيه عزيز. شكرا لكم.